الذي يميز أقول الحركات النقدية بما هي سلفية تاريخية كما عبر الأستاذ أبو العقيل قبله أنها حاولت، وهذا هو تمييز الحقيقي، أنها حاولت ممارسة النقدي ولم تحاول ممارسة النقضي، أي أنها لم تكن تهدم الشخصية المغربية من حيث ذهبيتها، من حيث اتجاهها، من حيث اجتهادها، فلم تكن تنقض بالضاد لأن النقض هدم، وإنما كانت تمارس النقد. والنقد بالمعنى الحقيقي الكلمة لا يكون إلا بناء، أي لا يحتاج إلى أن نقول النقد البناء لنصفه، وإنما وصف كذلك لأن هنالك من يمارس النقد ويسميه نقدا، وإلا فالنقد الحقيقي لا يكون إلا بناء، لأنه عبارة عن تمييز زائف العملة من سليمها وصحيحها، وهذه عملية إيجابية قطعا. فإذا كانت العملية عبارة عن أسلوب أو حركة نقدية ولم تكن نقدية، هذا أول. الأمر الثاني أنه كان إصلاحا من الداخل، وهذا مهم جدا، بل أحسبه مربط الفرس وفارق ما بين السلفية في شكلها الأصيل، بل يمكن أن أقول في شكلها الوطني وشكلها الداخلي. أقول حاولت الإصلاح من الداخل. فابن عبد البر الذي أشار إليه فضيلة الأستاذ قبل قليل يعني مالكي المذهب، وسنتحدث عن هذه في القسم الثاني من الكلام بحول الله جل وعلا، وحاول أن يؤصل للارتباط بالكتاب والسنة من خلال قواعد مالك وأصوله، وهذا تمييز حقيقة. كذلك ابن أبي زيد الخيرواني صاحب النوادر والزيادات وصاحب الرسالة المشهورة التي صارت يعني دستور المغاربة جميعا في مجال الفقه، اشتغل بما اشتغل فيه من حركة نقدية داخلية في إطار المذهب المالكي، لأن ابن أبي زيد كما أشار قبل قليل فضيلة الدكتور عاش مرحلة الدولة العبيدية الشيعية الرافضية، وعانى ما عانى هو وأصحابه من الذين سحلوا، أي أنهم جروا بإذناب الخيول حتى الموت، وثبتوا على مبدأ مذهب مالك وعقيدة مالك دفعا للتشيع الداخلي من شرق البلاد المغاربية كما نعبر اليوم زمن الدولة العبيدية. ولولا أولئك كأبي عمران الفاسي رحمه الله وأضرابه لما كان هذا المغرب كما هو الآن، لأن العلماء، وأقول العلماء قبل أي جهة أخرى، هم المكلفون شرعا أولا، لأنهم هم أدرى بالميدان العلمي وبالحقائق العقدية والحقائق المذهبية والاتجاهات الأخرى، هم المكلفون بحماية بيضة الإسلام بخصوصيتها في البلد وفي الوطن، وقد فعلوا المغاربة والحمد لله علماء عبر التاريخ، ما خذلوا الوطن وما خذلوا المغرب وما خذلوا السلطان الحاكم في زمانه، بل كانوا كتلة متلاحمة مع الشعب ومع الوطن ومع الملك من أجل الثوابت الدينية التي رسخت مذهبية هذا الوطن ضد كل الاتجاهات الداخلة. وهذا شيء ينبغي أن نفهمه لمن يفقه هذا الزمان ويفقه مشكلاته ويفقه تحدياته ويفقه أيضا أولوياته. نعود إذن إلى الذي كنا فيه من صنيع هؤلاء العلماء، وبحكمة وبذكاء وبوعي عالي لم يعني يقوموا بالحركة النقدية السلفية الإصلاحية من داخل المذهب هكذا اعتباطا لأنهم وجدوا أنفسهم مالكية وحسب، لا، بل عن وعي ويدرون ما يصنعون. أشير إشارة واحدة، حينما يعني المالكية قديما ألزموا خطباء المنابر بالترد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أن من ناحية في الفقه أقول في الأصلي ذلك ليس بلازم، ولكن ألزمهم لماذا؟ شيء واضح جدا، لأن الذين كانوا يلعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعائشة الصديقة بنت الصديق كانوا يهجمون في تلك المراحل على البلد، فكانت هذه وسيلة فقهية شرعية من باب ما يسمى بالشرط الجعلي لصد ذلك الغزو، ثم لتمتين حب المغاربة في الصحابة، وهذا حاصل الآن، نقطف الآن ثماره بما فعل الأولون. فلذلك البليد فعلا من يهاجم مثل هذه الأشياء وهو لا يدري طبيعتها التاريخية وسياقها المقاصدي، ولا يدري أيضا تحديات هذا الزمن. لذلك إذا علماء المالكية كانوا على وعي بحركة التاريخ، كانوا على وعي بسنن الله جل وعلا في الاجتماع البشري، ففعلوا ما فعلوا، فاختيارهم ونضالهم وجهادهم في إطار المذهب المالكي كان عن وعي،
بل عن وعي كبير وعميق جدا حري بأن يدرس وأن تدرس مثل هذه الشخصيات كأبي عمران الفاسي وابن عبد البر وابن أبي زيد القيرواني ومن كان على أضرابهم. الأمر الثاني من حيث العبادات، أي بدع العبادات ثم أيضا نقدوها، ولا كرامة لبدعة، يجب أن نكون متفقين على هذا الأمر، لا كرامة لبدعة، ولكن لا بد من علم، لا بد من ترتيب، لا بد من أولويات، لا بد من فقه بالمعنى القديم للكلمة، الفقه بما هو حركة ذهنية تتعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله، لا بما هو معطى جامد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي ليمارسوا نوعا من الترقي عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليتفقهوا في الدين. هذا المنهج هو الذي ينذر، هو الذي ينتج النظارة، وهو الذي يؤهل العلماء ليكونوا فعلا قادة في البلاد بين العباد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. حينما تتصدر للنظارة والإنذار والإصلاح ولا يسمعك أحد، معنى ذلك أنك جئت من الخارج، أو أنك تنطق بما لا يفهم الناس، تنطق بما يصطدم وطبيعة الإنسان المغربي والمكونات الثقافية المغربية. لهذا إذن الإمام الشاطبي المشهور يعني في زمانه في القرن الثامن الهجري، حينما تصدى للبدع في مجال العبادات وفي مجال السلوك يعني التصوف، تصدى لها بمذهبيته، ويقرر ذلك ويؤكده في مقدمة كتاب الموافقات، بل أيضا في فتاوى التي جمعها المرحوم برحمة الله إن شاء الله الشيخ محمد أبو الأجفان التونسي، فتاوى الإمام الشاطبي، يعني يتحدث هنالك بأنه لا يحل، هكذا يقول، لا يحل لنفسه ولا لأحد من غيره في بلاد المغرب أن يفتي بغير مذهب مالك. يعني هذه فتوى، لا يحل ذلك، هذه من نصوص الإمام الشاطبي، وهو رجل المقاصد، وهو المجدد، بل أقول هو المجتهد المجدد لعلم الأصول. وأحسب أن هذا العلم وهذه الصناعة قد أشار إليها الأستاذ، إنما كتبها رجلان رغم ما كتب فيها، الشافعي والشاطبي. صحيح يعني كل كتب ويكمل، لكن من حيث تحولات الحضارية الكبرى في هذه الصناعة كتبها هذان الرجلان. فكان حريا بالشاطبي أقول أن يكون مجتهدا مطلقا، وأعني ما أقول مجتهد مطلق يعني يصبح له مذهب اسمه المذهب الشاطبي، ليس مذهب مالك ولا أبي حنيفة ولا، ولكنه نظرا لأنه كان يعيش في مرحلة معينة من تاريخ الأمة، وقد هجم التتار على شرق البلاد الإسلامية، وهي الفترة يعني في أوائل القرن الثامن الهجري نفسه، هي الفترة التي عاش فيها ابن تيمية رحمه الله وتلامذته ابن القيم. وفي أواخر القرن عاش الإمام الشاطبي، وكان القوط والإسبان يحطمون ما تبقى من الأندلسي، كان الشاطبي يعيش ولم يبقى من الأندلسي غير شريط غرناطة، وكانت الشواطئ المغربية آنئذ المهددة ستحتل بعد قرنين تقريبا من الزمان، وتنتهي مع الأسف قصة الأندلسي إلى يومنا هذا. كان هذا الرجل واعيا بهذا الظرف، ولم يكن من الحكمة ولا من العقل أن يجاهر، بل أن يبادر، ولا حتى أن يفكر، ولا حتى أن يفكر في نقض أصول مذهب مالك، بل اجتهد بأدواته واجتهد بإطاره، وانتقد بدع المالكية بالمالكية. وهذا شيء عجيب جدا، يمكنك أن تخالف مالك، يعني أن تخالف مالكا، ولكن بما أنت مالكيون. ابن القاسم خالف مالكا، ابن وهب يعني تلامذة مالك الكبار خالفوا مالكا في غير ما مسألة، ولكن بأي شيء؟ بقواعده وبأدواته. فتستعمل مذهب أهل المدينة، أو تستعمل سد الذرائع أو غير ذلك من القواعد التي استعملها مالك واستنى بها وجرى عليها لنقض بعض الفروع وبعض الجزئيات المالكية. حتى إنهم قالوا من المقولات الفقهية المشهورة المذهب الشافعي نفسه، وكما سمعتم من الشافعي رحمه الله لم يخرج كتابه في خلاف مالك إلا بعد وفاة مالك، المدققون في المناهج الأصولية يقولون إن المذهب الشافعي ليس سوى المذهب المالكي ملقحا، يعني كما نقول باللغة المعاصرة يعني طبعة جديدة مزيدة وملقعة، لأنه من حيث الخط التفكيري من حيث المنهج تقريبا نفسه، فلذلك خلافه إياه في الأصول قليل، وإنما الخلاف في الفروع فهو أشبه ما يكون بمذهب ابن القاسم باعتباره مدرسة داخل المذهب المالكي، وهكذا سائر الاجتهادات داخل المذهب. بالنسبة للتصوف أيضا، التصوف هذا من المعضلات، ولعلنا إن شاء الله نقف في جلسة حوارية كهذه مع هذا المصطلح نحلله ندرسه، بل يجب أن ندرسه، ويجب أن نفكر كما قلنا في البداية بصوت عال. عندنا عبر التاريخ في المغرب ببعده الحضاري القديم، أي بعمقه الأندلسي وامتداده الإفريقي، التصوف الذي قبله العلماء
ومارسه العلماء وقبلته الأمة والشعب إنما هو التصوف السني. ظهر وتصويفة الفلاسفة في الأندلس، لكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء، بل طردوا وخرجوا لأن مذهبهم لم ينتشر، لم يجد من يقبلوه، وذهبوا إلى المشرق إلى بعض الجهات حيث هنالك القابلية للفتن، إلى بلاد ما وراء النهرين، إلى المناطق المعروفة، وانتشر مذهبهم وانتشرت أفكارهم. بينما المغاربة وقعوا على التصوف العملي الذي هو ضرب من الزهد وضرب من العمل بالكتاب والسنة. ولا نقول إنه لم تعتريه الخرافات أو البدع، شيء عادي أقول كما ترى ذلك الفقه، كما حدث في الفقه بدع، وكما حدث في كل المجالات التي يمارس فيها الإنسان، لأن الإنسان لا بد أن يخطئ، شيء طبيعي، كل بني آدم أخطأ وخير الخطائين التوابون، وإنما العبرة بالمنهج يعني الأصل. فلذلك انتقاد هذه الأشياء شيء ضروري أقول، ولكن بغير القضين كما فعل الشاطبي نفسه. إذا كنا نتحدث عن الشاطبي في كتاب الاعتصام باعتباره كتابا اختص في نقد التصوف، الشاطبي كان من المتصوفات الكبار، هنالك من يعني لا يقبل هذه اللفظة، هذه اللفظة يعني صارت كمصطلح النحوي وكمصطلح الأصولي وكمصطلح الفقهي، ألفاظ فعلا لم تكن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التصوف وحده بما هو عبارة، ولكنها يعني اصطلاحات احتاج الناس إليها لتمييز ضربين من تفكيري أو ضربين من المنهج في الفقه أو غير ذلك من الأمور. والعبرة بالمعنى، أعطيني ما في مضمون هذا التصوف الذي أنت تمارسه، أنا إذا نتفهم هل هو على منهج الكتاب والسنة أم أنه يخالفه في الأصول، أم أنه لا مخالفة في الأصول وإنما الخلاف في الفروع، وذلك مستويات. وقد أشار الدكتور العالمي إلى هذا الإشكال في أننا لا نميز بين المشكلات العقدية والمشكلات الفقهية والمشكلات أحيانا الجزئية، والجزئيات حاضرة لأن هناك أيضا من ينكر الجزئيات، وإنما الكليات لا تكتمل بالجزئيات، ولما كانت أركان الإسلام، أركان الإسلام ليس فيها كل الواجبات، هناك واجبات كثيرة في الدين ليست أركانا، مع أن يعني الأركان يعني أساسية وكذلك الواجبات أساسية، ولكن هناك كليات كبرى. الإيمان مثلا بالجن من يرد في أركان الإيمان، معروف أركان الإيمان الستة، لكن من كفر بالجن كفر، لأنه ضمن الإيمان بالقرآن ومتواتر. لا، وقد يقال فأيضا الملائكة ضمن الإيمان بالقرآن، لأنك أن تؤمن بالقرآن معنى أنك تؤمن بالملائكة، ولكن أفرد الإيمان بالملائكة لأنه ركن ولأنه مرتبط بالجانب العملي. الإنسان إذا فقد، لا أقول الإيمان بالملائكة، ولكن شعوره بهذا الإيمان يغفر عن الإيمان بالملائكة، يسهل عليه الانزلاق والانزياح، لأنه ينسى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. الشاهد عندنا إذن أن هنالك شديد أولويات، وهنالك نظام، وهنالك علم، وهنالك رتب، وهنالك فقه، وهنالك يعني ترتيب للإصلاح، الأدنى في الأدنى والأعلى في الأعلى. فهذا الأمر مارسه علماء المسلمين عبر التاريخ ومارسوه من الداخل، ولذلك من أجواد من مارس النقد والحسبة في مجال التصوف الشيخ أحمد زروق الفاسي المغربي المشهور، الذي انتقد التصوف في كتابه المشهور عدة المريد الصادق، وقد طبعته وزارة أوقاف الشؤون الإسلامية بالمغرب. وهذا الكتاب يعني الذي جاء بعد الإمام الشاطبي تقريبا بقرن من الزمان، كان غربلة لهذا المجال من أجل إعادة تأصيله وتأسيسه على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتقد جميع الخرافات الرائجة فيه، وانتقد جميع الأشياء التي ليست من العبادة في شيء أو ليس لها أصل في الكتاب والسنة، وإنما هذه بيانات وتمثيلات، إلى أن علماء المسلمين المغاربة أقول عبر تاريخهم كانوا على موعد مع التاريخ دائما في ممارسة النقد الذاتي، وهذا شيء إيجابي لدى المغاربة مهم، ويجب أن يستمر لأنه يحفظ لنا شخصيتنا من الدواخل، يعني بجميع أصنافها في المجال العقدي والمجال السياسي وجميع المجالات، لأن حينما تكون شخصيتنا حاضرة وقوية وواعية بذاتها فإننا بإذن الله نأمن من الغوائل. وهذا أيضا منصف في الجانب العقدي، أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة، وابن الجزي الغرناطي أيضا في مقدمة كتاب القوانين الفقهية، وله كتاب لم يطبع بعده مع الأسف في مجال العقائد، حاول أن يرجع بالعقيدة الأشعرية إلى أصولها الأولى، ومعروف جدا لمن يعرف هذا المجال في عند المغاربة، أقول عند المغاربة أن العقيدة الأشعرية كانت اجتهادات، بل أقول هي عقائد وليست عقيدة واحدة، لأنه
فرق كبير بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وتلميذه الباقلاني الذي يعني صار على نهجه ومن عقيدة الإمام الجويني رحمه الله. أنا بالنسبة لي شخصيا أقول تلك جوينية وليست أشعرية، هذا شيء آخر، يعني رجع إلى ما يشبه الاعتزال مرة أخرى. كثير من المواطن وخالف أصول شيخه وخالفه في كثير أيضا من الأحكام في مجالات شتى، والمغاربة أقول بعمقهم الأندلسي كانوا كثيرا ما يؤصلون عقائدهم على كتاب الإبانة وعلى الأصول الأولى، وكثيرا ما حدثت يعني محاولات داخلية كما بينت الآن مع الإمام بن جوزي الغرناطي وقبله مع ابن عبد البر وأيضا مع ابن زيد القيرواني، فهؤلاء كلهم مالكية مغاربة. فالمذهب المالكي من حيث الفقه، وهذا قل ما ننتبه إليه أيضا وقد أشار إليه فضيلة الدكتور العالمي، المذهب المالكي من حيث الفقه هو أيضا عقيدة، المذهب المالكي عقيدة وشريعة، أي أنه له أصوله العقدية وله أيضا فروعه في المجال الفقهي. فلذلك إذن يعني الأمور التي فيها ضرب من التمحل والتعسف على النصوص لم تنجح لدى المغاربة. ومن الأشياء المهمة التي قد لا توجد في بلد غير المغرب أن عقيدة العامة لم تدخل هذه المعضلات، وهذه مسألة إيجابية عجيبة. تجد في دول أخرى ولا أسمي جهة، العوام وليس الآن منذ القديم يجادلون في كثير من هذه الأمور، حتى إنه الإمام أبو حامد الغزالي منذ الزمن القديم كتب إلجام العوام عن علم الكلام. لما كتب هذا؟ لأن العوام فعلا صاروا إلى هذا الأمر وصاروا إلى هذا الجدل. المغاربة ما عرفوا بهذا، الآن موجود مشكلات فعلا، ولكن ليس هذا، إذن هذا ليس منا وليس بطبعنا، إذن هو دخيل. أما المغاربة فهم على العقيدة الباسطة الأمية كما سماها الشاطبي، عقيدة الكتاب والسنة كما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقصد الله كما بلغها أصحاب رسول الله، هذا هو المعروف. والآن يعني إذا ذهبت إلى الناس، يعني أي واحد من الأمة سألته أين الله سيقول لك في السماء، ولن يزيد معك شيئا إذن. فإذن حقيقة إدخال الناس في مثل هذه المتاهات هذا إيقاظ للفتن وجهل بطبيعة البلاد والعباد. إذن هذه إذن لمحات عامة مختصرة عن طبيعة السلفية في المغرب تاريخيا، بما هي حركة نقدية واستمرت إلى عهد الوطنية، وقد فصل في ذلك فضيلة الدكتور أبو العقيق. إذن هذا شيء أصيل عندنا، هذا من ذاتنا، المغرب التدين فيه حركة أصيلة نقدية وله أسلوب حواري يتعايش. وشيء عجيب جدا، يعني لو كان المغاربة فعلا لا يعايشون غيرهم لكانوا قتلوا ابن حزم الظاهري الذي كان فرضا في بيئة كلها مالكية وأقوياء من حيث الحجة العلمية ومن حيث السلطان آنئذ، ولكن مع ذلك بقي حرا واستطاع أن ينشر مذهبه في مرحلة من مراحل تاريخ المغرب، ولكن المغاربة تراجعوا عنه أو في المنطقة التي كان فيها يلقى في الأندلس رجعوا باختيارهم من بعد ما سمعوا المحاورات التي دارت بينهم بين الإمام الباجي. نرجع إلى العصر الآن، هذه اللحظة أحسب أن أكبر مشكلة يعني تتحدى من ينتسب إلى السلفية الآن بالباطل أحيانا وبالحق والصدق أحيانا، وقد أشار إليه الأستاذان، قضية لا مذهبية. أنا شخصيا أقرر أن اللا مذهبية لا وجود لها في الواقع، هذا خيال. لما؟ لأن القصة إنما تتعلق بمفهوم المذهب ما هو، لا أقل ولا أكثر. فلذلك الدعوة إلى تجاوز المذاهب، وسأبين هذه الحقيقة بحول الله على قدر الطاقة والاستطاعة، الدعوة إلى تجاوز المذاهب أدت إلى نشأة مذاهب بكل فرد، يعني كل من تصدر للكلام وللرأي وللفتوى صار لهم مذهبه الخاص، فصرنا إلى تعدد المذاهب بعدد الخلائق المفتين. ولذلك لما فتح هذا الجدار وفي زمن لان فيه الدين، وهذه المشكلة، في زمن لان فيه الدين والدين وضعه، صار من السهل أن تخترق هذا الجدار مذهبية شتى، وظهرت الخوارج من جديد في بيئة لا مذهبية. وبكل صراحة نقولها، من أين خرج هؤلاء من يسمون بالسلفية القتالية؟ من جبة لا مذهبية، من هؤلاء خرج. وكذلك كثير من التعميمات الظاهرية الباطلة
حينما صارت، لأن المذهب ما معناه؟ المذهب منهجية، هذا هو حقيقة المذهب. المذهب منهجية في الفهم عن الله ورسوله. فإذا حدثت المذهب صرت إلى لا منهج، ولا منهج هو عين الفوضى. فلذلك إذن قضية المذهب المالكي أو الحنفي أو الحنبلي من ناحية تاريخية إنما هو إرث عن مناهج رسول الله عليه الصلاة والسلام التي ورثها لأصحابه، وهذا معروف تاريخيا بسلاسله، لأن المنادات الآن وهو شيء إيجابي صحيح سليم منيح بأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة. كيف نؤطر صحيح الصحابة؟ أين نجده؟ الذي حصل في مرحلة التابعين، وهذا شخصيا استقريته تاريخيا وهو مكتوب إن شاء الله، يعني إن شاء الله عسى أن يصدر بحول الله بهذه العروض الثلاثة فيما يأتي بعد بحول الله من الزمن بإذن الله. صارت هنالك مدارس أسسها كبار الصحابة، يعني مدارس في الفهم واجتهادات معينة وترتيبات معينة وأولويات. هذه المدارس أو الاتجاهات أو التيارات سميها ما شئت تبلورت مع زمن التابعين لتتأسس مذاهب فقهية بعد ذلك. فليس المذهب المالكي سوى خلاصة لمدرسة من مدارس الصحابة في الفهم عن الله ورسوله، وليس المذهب الحنفي إلا ذلك، وليس الشافعي إلا ذلك، وليس الأوزاعي والليث بن سعد، كل الذين بقوا أو انقرضت مذاهبهم كالطبري وكما ذكرت آنفا، إلا ضربا من تجميع لفهوم الصحابة كيف كانت. فحاول هؤلاء الأعلام أن يجمعوا تلك الجزئيات والفروع التي ورثت عن الصحابة في إطار قواعد. هذه القواعد صارت هي أصول الفقه، أصول الفقه المالكية، أصول الفقه الحنفية الحنبلة، وهكذا وهكذا وهكذا، وهو عين المذهب. أما الفروع أقول، وهذا هو الإشكال والذي يغلط فيه كثير من الناس مع الأسف، الفروع إنما نسبتها إلى المذهب نسبة اللزوم لا أقل ولا أكثر. إذا قلنا علميا المذهب المالكي في حقيقة الأمر هي مناهج أو منهجية مالك في الفهم عن الله ورسوله. ولذلك وهذا منطقي، لو كان المذهب من ناحية العلمية هو مجموع الفروع الفقهية لصار ابن القاسم مذهبا غير مذهب مالك، لأنه لم يأخذ بكل فروع مالك، ولا صار ابن الماجشون مذهبا آخر غير مذهب مالك، بل المتأخرين ابن العربي المعافري، ومن جاء الآن من فقهاء المالكية ممن خالفوا مالكا، بل المدرسة الأندلسية في فقه المالك معروف يقولون كلمة مشهورة، لسنا مماليك لمالك، أي لسنا عبيدا لمالك. معنى ذلك أنه قد يقول قول وقد نخالفه، وقد خالفوه في كثير من عقود المزارعات والمغارسات وفي بعض الأمور الأخرى في العبادات، قالوا بخلاف مالك، ومع ذلك بقوا مالكية. لما؟ لأنهم اشتغلوا بأصول مالك. فالمذهب هو الأصول، المذهب هو الأصول، والفروع تابعة للأصول. ولذلك الخلاف في الفروع لا يخرج الإنسان من المذهب أبدا، وإنما الذي يخرج من المذهب الخلاف في الأصول. نعم، أما الخلاف في الفروع فلا يخرج الإنسان من المذهب. إذن نخلص إلى النتيجة الآن بحول الله جل وعلا، أن تأتي بفهم عن الله ورسوله كما قد يزعم بعض الناس الآن بغير مذهب، أحد أمرين، وقد قررنا أن المذهب إنما هو المنهج طريقة في الفهم، إما أنه يعني له تغليب لغوي كما هو في كثير من اجتهادات الإمام الشافعي، أو تغليب عملي أثري كما هو عند يعني الإمام مالك مع 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 ربطه بالكليات، هذا الذي يميز مالكا، يعني الآثار يربطه بالكليات الكبرى التي اعتبرها كليات، بينما مثلا مذهب أحمد يغلب عليه أنه يعمل الحديث دون إرجاعه إلى كليات، ولذلك يعمل العموم كثيرا ويعمل مطلق الأمر هكذا ومطلق النهي هكذا، ولذلك تغلب عنده الواجبات والتحريمات أكثر مما تغلب عند غيره. طبعا الحنفي واضح جدا تغلب عليه الاستحسانات والقياسات والاعتماد على الأصول العقلية، وهذه العقلية راه كثير الناس يغلطوا فيها، كيتحملهم أبو حنيفة يعني يخدم عقله فقط بدون رجع الكتاب والسنة. لا، غلط. الأصول العقلية لدى أبي حنيفة مستقرات أو مستقرات من الأصول النقلية، أي أنه يأتي تتجمع لديه فروع في الفقه بأحاديث أو بآيات فتشكل له قاعدة كلية، صارت هذه القاعدة بالنسبة مرجعا عليا قياسيا، قد إذا جاءه حديث أحد
يتركه ويعمل بهذا الأصل، لأنه في فهمه وفي ما تبين له واجتهد فيه أن هذا أن هذه القاعدة تمثل مجموعة من النصوص، بينما هذا نص واحد، فكأنه عنده كأنه ضرب من التعارض بين الأحد والمتواتر، وشيء طبيعي أنه يقدم المتواترة عن الأحد. قد تخالفه يعني كنا يعني في مستوى أقول أو يخالفه الكبار، قد يخالفونه في المنهج أو يوافقونه، ولكن هو على منهج. ولذلك كتب من كتب رحمه الله ابن تيمية يعني رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نرجع إذن إلى صلب الإشكال. حينما يعني آتي وأزعم أني أشتغل بسلفية لا مذهبية، وهذا الذي أحدث ما أحدث من الفتن والفوضى الآن، فمعنى ذلك أنني أشتغل بغير منهج، بغير منهج. وإلا حينما يعني أقول هكذا يعني كلمة عامة الكتاب والسنة، كل يدعي وصلا بليلة. فقطعا هذه مسألة عقلية وطبيعية ويعني كأنها قانون جاذبية. مستحيل مستحيل أن تنزل أحكام الكتاب والسنة في الواقع من النص دون أن تمر عبر قنات العقل. فهذا فهمك أنت للكتاب والسنة، وليس هو عين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة نصوص لغوية، وهذا الذي تنزله أنت في الواقع وتطبقه ليس نصوصا لغوية، ليس آية، ليس حديثا، ولكنه فعل بشري. سنتزيد يخصك تفهم مزيان، يعني الحمد لله راه معنا أهل العلم موجودين، يعني حتى في النص القطعي الدلالة والثبوت. الصلاة حينما تصلي فريضة الظهر أو العصر، صلاتي أنا وأنا أدي صلاة الظهر ليست هي الصلاة بالنص المفروضة على كمالها. لما؟ لأنها انتقلت من المطلق من الكمال إلى التجربة البشرية النسبية، يعتريها الخطأ، يعتريها النسيان، يعتريها الشروط، فهذه تجربة بشرية. كذلك في الفهم، والفهم أولى بهذا من العمل، هذه الأمور الواضحة. فالأمور لما تكون مشكلات جزئية فيها فتاوى بإراقة الدماء، فيها فتاوى بالتكفير، فيها فتاوى بالتبديع، فيها فتاوى بفهم معين للإصلاح والتغيير، هذا كله إذا أطر خارج المذهب خارج المنهج سيحدث مذاهب شتى لا حصر لها، تختتل فيما بينها، كما هو واقع كثير من البلاد وكما هو واقع بين كثير من العباد مع الأسف. إذن هذا الأمر حينما نتأمل سنجد مشكلات حاصلة مع الأسف. أن هذا المعطى الذي هو السلفية الآن، وأقول وبكل صراحة يعني من حيث المبدأ، من حيث الحركية النقدية، هي أمر وأقول وأعني ما أقول أمر ضروري للبلاد والعباد، لا استمرار لدين الناس إذا لم يكن هنالك نقد داخلي وتصحيح داخلي لعقائدهم وعباداتهم وتصوفهم وسلوكهم الاجتماعي العام. فهذا مفروغ منه، ولكن بشرط أن يكون واعيا، واعيا بتاريخ البلد، واعيا بخصوصية البلد، يشتغل في الإطار لا خارج الإطار، يشتغل من الداخل لا من الخارج. وإما حينما نحصي كثيرا من الفرعيات والفقهيات التي يقول بها كثير من إخواننا، فنجد أنها لا تمثل الكتاب والسنة، ولكنها في بعض الأحيان ومع الأسف تمثل المذهب الحنبلية في فهم الكتاب والسنة، مع أن فهم مالك موجود أيضا وله دليله ولا حجيته ولا قوته. فهذا إشكال يجب أن ينتبه إليه، ويجب أن يحاور وأن يناقش. لابد إذن في خاتمة الكلام أن أدعو إلى شيء، يعني كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم وممن يعني يريد فعلا صادقا، يريد صادقا أن يرجع إلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لابد لنا جميعا أن نقرأ تراثنا. نحن نعاني مشكلة حينما نسمع من الشباب قال فلان، ولا أريد أن أسمي الأسماء، وفي الكتاب الفلاني في أغلبها 99% كتب غير مغربية، أنتجها مشارقة وكما نقول بالعامية على رسل عيننا، ليس من ذلك أنه تنقيص لهم، ولكن أخذ العقيدة السليمة من تأليف مغربي، أخذ الفتوى الفقهية من عالم مغربي، إذا لم أجد فيها الزمان موجود تراثنا حافل، يعني المصادر التي فيها تأصيل واستدلال. خطأ كبير أن نظن أن المذهب المالكية ليس له تأصيل، ليس له أدلة، ليس له حجج، هذا جهل بالتراث وجهل بالذات مع الأسف الشديد.
يعني يجب أن نرجع إلى كتبنا الأصيلة، يعني النوادر زيادة بن يزيد القيرواني، البيان والتحصيل لابن رشد الجد، كتاب الاستذكار لابن عبد البر، بالمؤلفات ابن عبد البر جميعا، المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، يعني كتبنا وفيرة، مؤلفات أبي عبد الله القرطبي الجامع، مؤلفات أبي بكر بن العربي المعافري في أحكام القرآن، في القبس، في العارضة، كتب كلها قائمة على استدلال الدليل. وكثير منها رد على مالك، ابن العربي كان قويا وشجاعا، كثير من رد على مالك، المنتقى لأبي الوليد البجي في شرح الكتاب الموطأ، كتاب في تأصيل المذهب، شيء عجيب جدا. مادتنا المالكية المؤصلة في الكتاب والسنة غزيرة غزيرة جدا. نحن ننتقد أنفسنا ونلوم أنفسنا لأننا لا نقرأ ذاتنا، لكن أقول اللوم ليس علينا وحدنا أيضا، لكن هناك أيضا وضعية العلماء، يعني لنكون نحن في الحوار والمصارعه، العلماء غابوا عن الساحة. لماذا الشباب الآن يفتح يعني جهاز البارابول ويسمع الفتوى من هذه القناة أو تلك؟ لأنه لا يجد قريبا منهم فعلا يقنعه، يملأه الساحة قيادة اجتماعية وقيادة دينية ملتزمة بوطنيتها، ملتزمة بمبادئها، تمثل الصدق فعلا ومحاولة التصحيح والإصلاح من الداخل، لنبقى مغاربة كما كنا ونحافظ على شخصيتنا. فلذلك فعلا أنا لا يعني أحمل المسؤولية للاتجاهات التي تأخذ من الخارج وحدها فحسب، بل وجدت فراغا، لو لم تجد فراغا لما ذهبت إلى الجهات الأخرى. ولذلك أيضا لا نرفع اللوم عنها، بل يجب أن تطلب العلم، لأن في كثير من الأحيان نجد فعلا طلبة جيدين وصادقين في طلب العلم، وإنما نحتاج إلى توجيه، أن نطلب العلم من معيننا الشخصي، من معيننا الذاتي، وقد كنا كمغاربة وكأندلسيين في عمقنا الحضاري أساتذة للمشرق، شراح مسلم وشراح البخاري كما يعلم أهل الاختصاص عالة على المغاربة في هذا. فلهذا إذن يعني في خاتمة الكلام أقول نحن في حاجة إلى الحفاظ على نسيجنا، في الحفاظ على بيضة الدين ببلدنا، لأننا في هذا الزمان وفي هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التي لا تستأذن المفاهيم جهاز الجمارك، الفهمة ما تستأذنش الجمارك، تدخل مباشرة إلى العقول والقلوب وتسكن بشكل مباشر، فلذلك تهدد وتصدع العقيدة. وهذا الخطير الآن الذي يحدث من دخول المذهبيات التي تكسر ما يقدسه المغاربة، من مثل تشريف الصحابة والترضي عنهم، ومن مثل يعني أولوية المذهب المالكي وطبيعته، سنيته، أصوليته، وغير ذلك من المعاني التي يعلمها الجميع. إذا يعني ترك الحبل على الغارب، فالحوار أو الخلاف، أقول الخلاف حينما يكون في الفروع يحله الحوار، الخلاف حينما يكون في الفروع يحله الحوار، والحمد لله لحد الساعة هذا وضعنا، وسيبقى بإذن الله عز وجل العلماء المغرب سيجاهدون وسيناضلون من أجل الحفاظ على هذا الامتياز. لكن الخلاف إذا تطرق إلى الأصول وهو غير واقع في بلاد الغرب الإسلامي والحمد لله، لكن واقع عندهم في المشرق، الخلاف إذا تطرق إلى العقائد والأصول أبدا لن يحله خلاف، مع الأسف تحله لغة واحدة هي لغة الدم والبارود. واقع هناك شد، حينما يصير المقدس عندك أو المحبوب عندك وسبوبا مبغوضا عند الآخرين ومع أخيك أو صهرك أو ابن عمك، هذه طامة الطامات. ولذلك العاقل الحصيف من أدرك طبيعة المرحلة وأدرك طبيعة الخطر على المستوى العقدي وعلى المستوى المذهبي والإيديولوجي الذي يأتي من الشرق والذي يأتي من الغرب أيضا، لما لا؟ يعني لأن بعض الناس يتحدثون فقط عن البلاء الآتي من الشرق، لا، نتحدث أيضا عن البلاء الآتي من الغرب الذي يأتي بلادين اخترع صدهم على الإسلام اخترع. هذا كله وجب أن تتوحد الجبهات الدينية الداخلية من أجل الحفاظ على مالكيتها وعقيدتها وتصوفها السني الأصيل بممارسة النقد الذاتي من الداخل، حتى نبقى نحن نحن كما وقف آباؤنا وأجدادنا ضد الدولة العبيدية الشيعية على حدود إفريقية أعني تونس، يقف المغاربة الآن ليستمر المغرب دولة إسلامية سنية مالكية تحت قيادة أمير المؤمنين محمد السادس.
كاين واحد الشيء مهم جدا اليوم تحقق والحمد لله، وهو انه الاخوان كيصبروا على بعضهم. يجب ان نصبر على المداخلات التي قد لا تروقنا، يعني من كل فريق، لان هذا فيه ضرب من الحكمه من العلم. وانا اعلم ان يعني المداخلات التي جرت الان من يعني اجتهادات مختلفه، واعرف بعض الاخوه في خلفيتي وخلفيات مختلفه في بعض الاحيان الى درجه التناقض، يمكن ان اصنفها الى اربعه اصناف ممن تدخلوا هذه المساله، يعني طرائق شتى. طيب، ولكن راه شيء مهم جدا ان نسمع الاخرين كيف يفهموننا، شيء مهم جدا ان اعلم هذا الاخر كيف يفهمني كيف يراني. قد يكون فيه او عنده ضرب من الخيال حولي، وقد يكون في بعض الجوانب معه ضرب من الحق، ربما وظفه في غير ما ينبغي ان يوظف، لكن انا استفدت انني ساصلح داخليا ودون ان يشعره او غيره ما تبين لي فيه انه نقص وانه خطا. فلذلك الحوار لا ياتي الا بخير، ولا بد الانسان يتعلم الصبر. الصبر عند سماع الراي المخالف دي شيء مهم 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 جدا، والحمد لله يعني على العموم المغاربه معروفون بهذا، راه مسائل طبائع بالمعقول، راه جهات كلمه جوج كيدرس كيضرب، معروف هذا في بعض الاقاليم بعض فلذلك نحافظ على طبعنا وعلى سمتنا، والحمد لله تمت المحافظه عليه. فانا يعني مسرور جدا بهذا الوضع، والحديث له بخيه، ماشي معناتها راه فلان او علان دخل راه حسم الامر، لا احد يحسم الاشكالات ابدا ابدا، خاصه الامور يعني الفكريه والمنهجيه والمذهبيه. فلذلك ان قال يعني صاحب الطريقه الصوفيه كلاما، وقال صاحب الطريقه السلفيه والمنهجيه السلفيه كما يسمي يعني نفسه كلاما، او قال الحركي كلاما، او قال يعني العلاني او الشيعي كذا كلاما، فالامور واضحه والخطاب واضح جدا. والعبرة في نهاية المطاف أن نعرف جميعا ساحتنا كيف تفكر، شبابنا كيف يتكلمون، كيف يعبرون، كيف يحتجون ويستدلون، وهذا شيء مهم جدا ينفع الجميع، ينفع الجميع بحول الله. هذه اللقاءات إن شاء الله ستتواصل بإذن الله عز وجل، وسننصت أكثر ونستمع أكثر وأكثر وأكثر، لأن ما جئنا هنا لننصت ولنستمع لبعضنا بحول الله عز وجل. إذا قيل أيضا أعطى صورة تقريبية لواقعنا المغربي في جزئية صغيرة من بنيته، كيف نفكر، كيف نتكلم، ما هي أهم يعني المرجعيات الثقافية التي تؤطر المجال الديني في هذه اللحظة. وهذا شيء مهم جدا، لأن تدبير الشأن الديني والتعامل مع البيئة المعاصرة في ارتباطها بتراثها وتاريخها وحضارتها الإسلامية عموما والمغربية خصوصا لابد فيه من ذلك جميعا. الأمر الذي ألخصه من كلام الأخوين فقد قيل، وإنما عسى أن نتأمله ليبقى مثار تأمل ومثار تدبر ومثار متابعة لنا جميعا، لأنه لا أحسب أن فيه خلافا في الأصل من مراج بين جميع الإخوة ممن له خلفية معينة أو مناقضة لتلك الخلفية. سمعت يعني كثيرا من الإخوة وأعرف كثيرا منهم ممن تدخل، كانت قضية العلم مطلبا للجميع، هذا شيء حسن ومهم جدا. من يرى أن العمل الصوفية بشكله أو بشكل من أشكاله الذي ينبغي أن يطير الحياة الدنيا تحدث له، من يرى انه لا بد ان تكون هنالك سلفيه بفهم معين ترجع الكتاب والسنه بفهم الصحابه والتابعين يطالبون العلم، من له مرجعيه اخرى يعني يرى ان الحركه الاسلاميه ينبغي ان تدخل مجالات اخرى حديثه وكذا الى اخره يتحدث العلم، ما سمعت احدا يرفض العلم مطلقا. اذا القضيه اين اشكالها؟ في تحقيق المناط، اي علم او مفهوم العلم. فيبدو أننا في حاجة إذن إلى أن نتحدث عن مفهوم العلم أيضا، من أجل أن تتقارب الخطوات وينسجم السير، لأن الطمع في يعني في الوحدات المطلقة الكاملة أمر مستحيل ولم تقع في التاريخ، وإنما نحلم أو بالأحرى نحافظ، ولا نحلم لأنه واقع حقيقة،
ينبغي أن نحقق وينبغي أن نحافظ وأن نرسخ وأن نرسخ بالأحرى أن نرسخ اختلافنا أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا. هذا شيء مهم جدا أن نرسخ اختلافنا في إطار وحدتنا أو أن نرسخ وحدتنا المتضمنة للمختلف والمتعدد. وهذه طبيعة المغرب وهذه هي المواطنة. ولذلك حينما قلت يجب أن ندرس فقهنا يعني في أصوله المالكية وفي اجتهاداته المالكية وتجديداته المالكية فإنما ذلك لهذا الغرض لنستمر كما كنا في التاريخ ولأن نقف أقوياء أقوياء أمام العواصف الداخلة التي لا يقبلها لا هذا ولا ذلك. جميع الاتجاهات لا تقبل هذه العواصف الداخلة التي ربما في بعض الأحيان تأتي بدين آخر اخترا أو تأتي بعقيدة لا خلاف في بغضها أو في مخالفتها من لدى المغاربة. فلذلك إذن هذا الخطر الأكبر يعني لا ينبغي أن يكون هو يعني العامل الذي يجعلنا نصمد ولكن الأصل أن نرجع إلى أصالتنا وطبيعتنا. ولكن مع ذلك هو مشجع لأن اللحظات الحاسمة والتاريخية والمنعطفات أقول المنعطفات التاريخية ينبغي أن نكون وحدة وأن ينبغي أن نكون منسجمين. وهذا هو الذي يعطي معنى الوطنية والمواطنة أيضا بهذا الاصطلاح الحديث. يجب أن نضع هذا أيضا ضمن التفكير. وهذه النقطة الثانية يعني تحدثنا عن العلم ونتحدث عن الوطنية والمواطنة. الوطنية بالمعنى يعني الذي كان يعني في ولا يزال مستمرا والمواطنة أي قضية الوطن. قضية الوطن هذه احسبوا فعلا أن كثيرا من 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 المشتغلين في المجال الديني لا يلقون لها ذلك الاعتبار الذي ينبغي أن يلقى لسبب رئيسي هو أنها تفهم على غير وجهها تفهم على غير وجهها لأنها ارتبطت في أذهان كثير من الناس بالتراب بالجغرافيا. وهذا غلط. الوطن دين. الوطن دين لأن الوطن في الحقيقة إنما يخصصه ويميزه الإنسان الذي يسكنه وإلا يذهب إلى قفراء صحراء لا أحد فيها مطلقا. مفهوم الوطن هنا لكي يبقى متماشيا ولكن الذي يعطي القيمة للتراب هو ساكن التراب وساكن التراب هو هذا الإنسان المغربي المسلم بخصائصه أي بتراثه وحضارته كما ذكرنا قبل قليل. فالمحافظة على الوطنية والمواطنة يعني في تسلسلها التاريخي بدءا من مفهوم المقاومة المستعمر إلى مفهوم الانسجام بمعنى يعني المواطنة الانسجام والتعايش مع الاجتهادات والاختلافات إنما يقع بالحفاظ على هذا المضمون الذي هو الإنسان المغربي برموزه المغربية بخصائصه المغربية في رحلته مذهبه لباسه أشكاله مضامنه. والأشكال لها دلالات أشكال اللباس أشكال العادات أشكال التقاليد ما لم تخالف نصاً قطعي الدلالة والثبوت فهي لها دلالة لها تعبير هي لغة تعبر عن ثقافة عن تميز. فلذلك أيضا هذا الأمر ينبغي أن نفكر فيه من جديد لأننا كثيرا أو يعني في بعض الأحيان بالأحرى في بعض الأحيان قد نخرم هذا المفهوم الحقيقي وقد يجعلنا يعني هدفا لكثير من يحبون أن يظهروا الدين والتدين بمظهر شاذ عن الوطني وعن الوطنية المواطنة. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعطي لشخص هذا مرجعه هذا فكره أن يعطيه فرصة لهذا ليس فقط يعني على يعني بطريقة يعني كما يعبرون يعني تكتيكية سياسية لا أبدا ولكن نبدأ لأن المغاربة كانوا كذلك عبر التاريخ وعلماء الإسلام هم الذين ماتوا أولا شهداء من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا التراب. فهاتان سنتان مهمتان جدا في هذا الأمر. ثم بعد ذلك يعني هذا الإطار السياسي الذي يوحد البلاد والعباد منذ تكون المغرب ونظامه السياسي منذ عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الآن هذا المعنى في عمقه الديني وفي عمقه الاجتماعي وفي عمقه الثقافي للذي يتدبر ويتأمل له الدور الكبير فعلا في جمع كثير من الأشكال والشتات الذي لا يجتمع إلا به. لأن مثل وضعنا بطبيعة ثقافتنا ولغاتنا وأشكالنا وأعراقنا لو لم تتح له فرصة أي هذا الوضع هذه الفرصة التاريخية في مضمونها وبعدها السياسي لما كان هذا الانسجام وهذا العجيب هذا الانسجام العجيب حيث تزاوجت الأعراق وتزاوجت الثقافات وتزاوجت اللغات في نفوس واحدة هي المغرب بمكوناته
وبشعاراته، وأقول ليس عبثا أن كان ذلك الشعار الثلاثي الله الوطن من شعار للمغربي، وليس عبثا أيضا، وقد يعني استفدت من بعض الإخوة وبعضهم حاضرون هنا من أساتذة التاريخ والباحثين في التاريخ في طبيعة العالم المغربي بلونه الأحمر ونجمته الخماسية التي تعبر كما قال عبد الله الجراري، يعني والد الجراري المعاصر يعني رحمة الله عليه، يعني في دراسة وثائقية عجيبة، أن هذه الأركان الخمسة للنجمة المغربية تعبر عن أركان الإسلام الخمس. إذن من ناقض ركنا من أركان الإسلام أو استهزاء بها أو سخر منها، سخر بالوطن، سخر بهويتنا، سخر بالتاريخ الجغرافي، فيكون من البلادة أن بعض أهل الدين يخرمون هذه الحقائق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولانا الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين الهادين المهديين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد، شعبه ورجاله وإدارته وأهله جميعا وترابه. اللهم أمننا جميعا بالسلام، فإنك أنت السلام ومنك السلام. اللهم أدم علينا الأمن والاستقرار، واهدنا سواء السبيل، وخذ بنواصينا إلى دينك القويم. اللهم يا ربنا نجنا من الفتن ظاهرها وباطنها، مقبلها ومدبرها، واجعلنا لك بذلك من الشاكرين، واجعلنا من الأوابين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار خصوصا الأنصار والمهاجرين، وخاصة منهم الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم على نهجهم لا مبدل ولا مغير من الصالحين المصلحين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.